هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ما يحصل في الجزائر العالم كله على باله به، وأن هناك عصابة سراقين ناس مجرمين كيقولوا ما لناش يعني تما برادا، كيقولوا السراقين روح شو خويا شحال من جنرال وشحال من وزير وشحال من رئيس حكومة وشحال من رئيس حزب راهم في الحبس بتهمة السرقة، واللي راهم برا أكثر من اللي راهم لداخل. تجي تقول لي بلي تبون ما سرقش، انا نعطي نقول لك تبون هو اعترف امام محكمه البوليده في البروسي في محاكمه خليفه انه خذا 26000 يورو قال لك نداوي بها في فرنسا. واش المرضى عندك هذا اللي يطلب 26000 يورو؟ هذه الاولى. ثانيا كيفاش دي 26000 يورو بكارد جولدن وانت ما عندكش حساب بنكي في بنك الخليفه؟ هذه سرقه ولا ماشي سرقه؟ هذا يعني الناس كلهم صداقين، كلهم صداقين. هذه عصابة اللي بنادم ما يقدرش يثيق فيها. نسمعوا هذا الأخ وش يقول على هذه العصابة. نار ودم وما فوتش، كنت تساير ترجع نار ودم ما فوتش على العصابة. لو كنت تحبط لي ورقة يقولوا لي باللي تساير ترجع نار ودم فوتي على هذو ما ترجعش نار ودم. انا قمت ترجع نار ودم وما فوتش عليهم باسكو لا مافيا. نفوتي على لا مافيا، نفوتي اللي خانوا الشهداء، نفوتي اللي خانوا الشعب، نفوتي اللي خانوا الناس اللي عندهم تقفين، نفوتي اللي الناس اداهم اعتقلهم. هذه لا يمكن كي نخلطوها كامل وما نفوتش. يضحوا بيا كون يعلقوني بسجره يقولوا فوتي ولا نذبحوك، نقولوا ذبحوا لي ما نفوتش على لا مافيا. سيد لا مافيا هشام مريت في راسه ولا كذا؟ ان شاء الله يعطيكم الضربه ربانيه ان شاء الله في هذا المكان. الله يلعن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا هذا تاع الفوط، هذا تاع الفوط. انا عندي فاميتي، عندي خوالي كاع فاميتي كاع مجاهدين. طاح في الكارطه تاع الفوط نقطعها قدام راسهم وما نفوتي. يقطعوا لي هنا راسي على القنايه والله ما نفوت عليهم، والله ما نفوت عليهم. طفله مسكينه دار الحبس 19 سنه. ها يسرقوا يدوا في العباد يدوا فيهم الحباسه ما تقول كاين فوطي، ما شكون فوطي؟ ما خليتوش ما عندكمش الصوره كاع مليحه على البلاد هذه. قالك تو كاع السراق هما ديجا السراقين، ودوك هما ولاو يهضروا العصابه، دوك حنا ما على بالناش هذه العصابه وين راهي؟ نيشان مريت في راسه ولا كذا؟ وين راه النيشان اللي مدوا للشباب؟ ان شاء الله يعطيكم الضربه ربانيه ان شاء الله في هذا المكان. هذيك الناس غنا عرفوهم، ما عندهم لا مصداقيه لا شعبيه لا والو، عندهم الولاء، عندهم النفوذ وعندهم والنفاق ويغزلوا الشعب الجزائري. عجاهم يلعبوا له على المورال تاعهم. وريني واحد عنده شعبيه يهبط هنا في الجزائر العاصمه، عند البلدان المتطوره مسؤول ولا مترشح عنده الشعبيه، سافو دير القبول. هادو عندهم الكراهيه، بصح عندهم حاجه، هادو ابا عن جد، هادو هذا مرض خطير. من الافات القديم ما حبوش يروحوا. يا سبحان الله عندنا كاع الباشيتي حنا عرفوهم هادو كاع ولاد بوتفليقه. صحيح. كاع باقي العصابه المتبقيه في العزيز، مجاهد راه في الحبس، انسان في الحبس، حنا غير مسرعين نروحوا نفوتيو. لا الانتخابات مع العصابات في العزيز بكل احترام، حنا الشعب مربي ومثقف، انا نقول لكم احشموا احشموا. فوالا هذا بالنسبه للانتخابات اللي نستناو فيها تاع ديسمبر 2024 يعني من 11 شهر. الشعب الجزائري ما يفوتيش، ولكن ما يبقاوش نزيدو نخليهم ما يفوتيش، ولكن نخليهم يزيدوا يستمروا. لابد من ترحيلهم، لابد من طردهم. الانتخابات نعرفوا هو ماذا بهم بس يروحوا للصندوق ومن بعد يزوروا، وهذو لما تنتخب عليهم ما تسنى منهم حتى فائده في كل المستويات، سواء على مستوى مجلس بلدي، مجلس ولائي، مجلس وطني، اي مكان، ما تستنى منهم حتى شيء. الاخ يقول هذو مافيا، يقولوا لا، المافيا عندها ان كود دونور، عندها ميثاق شرف في المافيا، المافيا راهي فيهم امور ما تجاوزهاش. هذو ماهوش مافيا خويا العزيز، هذو معرايا، هذو سيدي فوايو، هذو صلاقيط.
هذوما ناس لا دين لا ملة، لا دين لا ملة، هذو بقايا عصابة، هذو كانوا خدامين حزام عند لا مافيا، كانوا خدامين حزام عند لا مافيا، وما لحقوش مستوى مافيا، بقاو مستوى فوايو، بقاو مستوى فوايو، ما تقدرش دير فيهم، ما تستنى منهم حتى شيء، وعمرهم ما يترقاو وما يعني يتطوروا، يبقاو دائما كيما إذا كما قال الإخوان ما كاش بوط معاهم. ديسمبر 2024 ما تخلوش تكون في انتخابات، ولكن من قبل ديسمبر 2020 لابد من ترحيل هذا الحساب. وجاية الفترة تاع الاحتفال بذكرى الخامسة للحراك، كما سقطنا عصابة بوتفليقة نسقطوا العصابة هذه، هذو أكثر جبن من عصابة بوتفليقة، هذو جبنة أكثر من عصابة بوتفليقة، هذو جبنة وهذو ساهل باش يطيحهم، وهذو أون بليس أغبياء نسف عليهم من بعد، واش نبرك على الشعب أنه يتوحد. إذا توحد الشعب وخرجوا بالآلاف في الشارع تبني ليه؟ الجيش يمشي مع الشعب، الشرطة تمشي مع الشعب، يسيبوا راح محلو كيما صارت مع بوتفليقة، صوف كو هذا اقترب ما خلوهمش يسرقوا الحياة، ما سرقوش الثورة، هذا بك الثمار تاع الثورة ما خلوهمش يسرقوا، هذا بك. أما الانتخابات ما كاش معهم، درك شوفوا نعطيكم مثال، يعني اندهشت اليوم لما قعدت نقرا على البرلمانيين تاع الشكارة، درك قلتهم هادو اللي داعيين فوطو عليهم واش راهم يديروا؟ وهذا باش نشوف الاخ اللي قال لك ما كاش فوط، ما فوطيوش على عليهم ما فيهمش ثقة، درك نرولو باللي عنده 1000 حق اسفل